أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في حلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. هذه الحلقة الثانية في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا، وقد تحرر الأسرى والمصرى. مشاهدينا، في بداية هذه الحلقة ننعى باسم برنامج عمالقة الصبر وكامل مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها شاشة تلفزيون فلسطين الأسير البطل المقدسي عزيز عويسات، هذا الأسير الذي استشهد داخل أقبية الاحتلال نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال. 7 أسرى مشاهدين منذ عام 2017 استشهدوا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الممارس داخل تلك الأقبية الفاشستية. هو نداء كل من لديه ذرة من الضمير، أنجدوا أسرانا من الموت المحتم داخل تلك الأقبية الاحتلالية. لا نريد أسرانا بأكياس سوداء، نريد أسرانا خارج تلك السجون ينعمون بالحرية بين أحبائهم وأبناء شعبهم. إذن تعازينا مشاهدينا للحركة الأسيرة جمعاء ولكل أسرة أسير بهذا المصاب الجلل، ونتمنى الحرية لكامل أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. اسمحوا لي أن أرحب بعدد من عائلات أسرى صيدا في محافظة طول كرم. أهلا وسهلا فيكم اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. معنا في بداية هذه الحلقة شقيق الأسير أسامة الأشقر المحكوم 8 مؤبدات و30 عام، يعطيك العافية. إن شاء الله قريبا بيكون بيننا برغم من تلك الأقبية الاحتلالية. بالبداية بدي رسالتك كشقيق للأسير، والأسرى يتعرضون لحملة ممنهجة تستهدف وجودهم تحديدا بعد استشهاد الأسير المقدسي ابن جبل المكبر في القدس العاصمة عزيز عويسات. اللهم صل على سيدنا محمد. بداية أهلا وسهلا فيكم طاقم تلفزيون فلسطين وطاقم برنامج عمالقة الصبر. فرصة حلوة تشرفنا فيكم، وتشرفنا أنه وصلتونا صوت وصورة لأبنائنا لأخواننا الأسرى ليشوفونا ولا يطمنوا شوية ونطمنهم بقدر المستطاع. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. حياك الله. ثانيا اللهم صل على سيدنا محمد. الأسرى، أنا أخو الأسير أسامة الأشقر، أشرف الأشقر، أسير سابق، خد تجربة 4 سنين، مريت المعاناة مثل معظم أبناء الشعب الفلسطيني. وضع الأسرى وضع صعب جدا من الستينات، مش من اليوم ومبارح والعام أول العام. الشعب الفلسطيني تقريبا نصه جرب هالتجربة. الشعب الأسرى داخل السجون يوميا يموتون، ليس بشكل فعلي ولكن معنوي بشكل نفسي. الموت عندهم يوميا يرونه بالأحلام بالكوابيس بالتصورات بالخيالات، يوميا يرون الموت. نعم. صحيح استشهد امبارح الأخ عزيز عويسات، لكنه ميت من سنوات، ميت مستشهد رحمة الله عليه. ونتمنى أبنائنا وإخواننا الفرج إلهم قبل ما يوصل فيهم هاي اللحظة. لو حد وقف معهم، لو وقفناش معهم كلهم راح يكونوا الشهيد عزيز عويسات، واللي قبله 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 قبله. نعم. 216 شهيد خلال فترة سجون، يعني فقدناهم بتخاذلنا بتقاعسنا احنا اللي مش واقفين مع ابنائنا. المفروض وقفة جدية من المستويات الرسمية والشعبية والنقابات. نعم. والاهالي الاسرى، طبعا اهالي الاسرى شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، تقصير منها بالذات ما له مؤسسات رسميه ولا مؤسسات. وانت جزء من عائلات الأسرة. وانا جزء من عائلات الأسرة. نعم. فالتقصير اكيد منهم
مبدئيا، وبعدين نرجع نعتب على المحافظ وعلى الرئيس وعلى رئيس الوزراء ورئيس الحكومي. بغض النظر كل واحد بيقدر يعمل المستطاع، نحاول الله يكون بعونهم، وشو ما نوقف معهم راح نكون مقصرين. طيب نحكي عن شهر رمضان المبارك في ظل اعتقال شقيقك، احنا بنحكي عن 16 عام من الغياب داخل تلك الأقبية الاحتلالية. افتقدت الأخ الرفيق، رفيق الدرب، كل المقاييس صعبة وصعبة جدا، أنت وكامل عائلات أصلنا. بشو بتفتقد شقيقك بالتحديد في شهر رمضان المبارك؟ والله يا أخوي سامر، أنا لو حشيت عني أكيد بفتقد أخوي، بس أنت لما بدك تحس بالمعاناة تطلع على أمه. أمه بكل يوم بتفتقده، ممكن يجي بيوم عبالي بالشهر، يومين عبالي بالشهر أخوي. بس أمه هي اللي بتشعر المعاناة، هي اللي بتستناه كل يوم قبل أذان المغرب يجي، وهي عارف إنه رح يجي، بس تتخيل بتتأمل. الله يصبرها. الله كريم، إن شاء الله جاي. الله كريم إن شاء الله. إن شاء الله. الله كريم. والله لما أشوف أمك قاعدين نبكي قاعدين بالفطور عازمين كلياتنا عند أهلي، وأشوفها يعني مبين عليها أنا بتستنى بواحد. الله يفرج عنه، وان شاء الله بتفرح بشوفته عن قريب. بوجه لها كل التحيه. امي وابوي اليوم بالعمره، واخوي ان شاء الله بالمدينه المنوره هسه، والله يرجعهم بالسلامه. ان شاء الله دعائهم بيكونوا اصلنا بيننا قريبا باذن الله تعالى. بنوجه لهم كل التحيه وكل المحبه. اذا حابب توجه رساله معايده في الشهر الفضيل لشقيقك باسم اسرتك تفضل. اخوي اسامه، ان شاء الله ان شاء الله ما بوصل العيد اللي انت عندنا، وبدنا ايش نقدم معايدات ان شاء الله انك بتكون بيننا وخلص. ان شاء الله رب العالمين. احترامي وتحياتي لك اخي العزيز. بدنا ناخذ عائله الاسير عطاء عبد الغني. حياك الله عمي. عطاء المحكوم 3 مؤبدات، امضى 16 عام داخل اقبيه الاحتلال، ان شاء الله بتستقبله محرر عمي خارج غياب السجون. تحكي لنا عن عطاء قبل الاعتقال. عطاء قضى من عمره قبل الاعتقال، عمره بالسجن من ما يعادل 6 سنوات، وكان هو بالقطاع الغربي خارج البلاد، وكان متنظم خارج البلاد. فلما اجى هون صارت الانتفاضة. أثناء الانتفاضة ألقوا القبض عليه ووضعوه بالسجن. يعني عطى بقدر أقول لك أنه معظم أيامه ومعظم ليالي قضاها خارج بيته، لأنه كان مطارد. نعم. وعانى الكثير من صعوبات الحياة اليومية، بخصوص أنه كان مطارد وكان يحاول يختفي، لدرجة انه كان بالاسبوع او بالاسبوعين لا يجي على بيته خفية. نعم. وشوف عياله. بتزوره يا عمي لابنك عطاء؟ نعم بنزوره. كيف؟ طمنا عنه، معنوياته. والله هم، خلينا نكون صريحين. نعم. هم بيحاولوا يبينوا انهم هم الوضع طبيعي عندهم، لكن لا، في غصة في قلبهم مؤلمة. نعم. ومش ندمانين لأنه اختالوا هذا الطريق. رحلة عذاب طويلة من المطارد إلى الاعتقال إلى الزيارة، الأهل بتحملوا مرارة كبيرة وزر كبير أيضا. نعم. مش بس الأسير بتحمل، أهله كمان بتحملوا. تطلع السادة المشاهدين، تطلع العالم اللي بتابعك على برنامج عمالقة الصبر على أبرز المعاناة اللي بتعانيها كأب تفتقد ابنك. زي ما أنا بعاني غيري بعاني، غيري بعاني، لكن إحنا بنعاني من قبل احتلال ظالم، من قبل احتلال ظالم، وما بنقدرش نغير في تصرفاته إشي. نعم. واللي بمشي علي بمشي على كل أهالي الأسرة. كيف حال أهالي الأسرة في صيدا، في طول كرم؟ في تكاتف، في تكامل بين العائلات؟ في تكاتف وفي تآخي وفي تعاون، في وحدة حال، وفي وحدة حال. إن قلت لك والله والله والبيت اللي بناه الله، إني أثناء
مأدوبة الإفطار أو بأيام عادية غدا عن رمضان، والله إني لحقت معي أتخيل قاعد جنبي، إن كانت عفوا إن كانت فاكهة إن كانت لحمة أو دجاج أو إلى آخره، أقول لهم خلوها الحصة لعطها السبيجة. الله يطول عمرك يا عمي ويعطيك الصحة. إحنا عايشين بظلم، إحنا عايشين بحرمان. صحيح، إحنا عايشين بحرمان. صحيح هذول الشباب اللي هم أبنائنا وإخواننا اللي بالسجون لمصلحة شخصية وجودهم انحكموا، لا، هم من أجل الوطن، والوطن غالي والوطن بيستحق يا عمي. وإنتوا أيضا، أنا سألتك إياه السؤال في البداية، إنتوا أيضا عائلات الأسرة بصبركم وبتحديكم وبصمودكم عناوين لعمالقة الصبر أيضا. هذه العزيمة اللي بشوفها فيك اليوم بالرغم من كل الألم اللي في داخلك، نعم، تأكيد على إنه البذرة الطيبة ما بتطلع إلا زرعة طيبة. ابنك مناضل لأنه ابن إنسان مناضل، فإلك أيضا أنت ولكل آباء وأمهات الأسرة كل المحبة وكل التحية. كل عام وأنت بخير يا عمي. وأنت بخير، الله يرضى عليك. لحد ما يطلع عطا كلنا عطا وكلنا كل أسرانا، فبنحكي لك كل عام وانت بخير، انت وكل عائلة. كل احترام لك مرة جديدة. لك اذا لك رسالة اخيرة عبر البرنامج لابنك ولكامل اسرانا، المساحة الكافية لك. سلامي لابني عطا عبد الغني والى جميع الشباب، لا استثني ابني عنهم، جميع الشباب. وبتمنى بشهر رمضان المبارك ربنا يفرجها عليهم عما قريب بجاه محمد الحبيب، بجاه الايام الفضيلة، انه الله يفرج عليه يا رب. ربي يطول عمرك، حرقتك عمي حرقت قلوبنا واوجعتنا جميعا، لعلها تحرك ساكنا في ظل هذا الصمت المريب في هذا العالم المتخاذل تجاه قضايانا الوطنية للأسف، وعلى رأسها قضية العرب والمسلمين، قضية القدس العاصمة. كل احترام لك عمي. بدنا ناخذ عائلة الأسير محمد رداد معنا اليوم، والدته. يعطيك العافية يا خالتي. أهلين بك خالتي. أهلا وسهلا فيك. اليوم الأم الفلسطينية عمائرة الإفطار الرمضاني، وجع حقيقي، ألم حقيقي يتجدد في كل شهر بالتحديد وفي الأعياد. اليوم عبر برنامج عمارك الصبر معايدتك لابنك، شو حابة تحكي له؟ بحكي له إن شاء الله أهل الله يفرجها عليه عن قريب، ونشوفه ملتمشي منا مع شمله، مع شمل مرته وبنته اللي انحرم منها وهي صغيرة. صحيح. لما سجن كان عمرها 10 أشهر، هسا صارت بالصف الثامن، يعني انحرمت من كل يابا مثلا. بتشوف البنات كلهن دلالات من جهة أبوتهن إلا هي، وإحنا الحمد لله عوضناها يعني، بس برضو ما بنقدر نعوضها. أكيد. عن أبوها ما بنقدر. بتمنى انه ان شاء الله يا ربي يلتمشي منا مع شمله، مع شمل مرته، مع بنته، مع اخوته، وعن قريب ان شاء الله باذن رب العالمين. خالتي مسؤولية كبيرة في ظل غياب الاب، وعشر شهور كان عمر بنته فقط. تحكي لنا قديش الوالدة وحضرتك كأم كيف تعاملتوا في موضوع بنته بالتحديد وتربيتها، والمسؤولية كبيرة. صعب والله، صعب انها 10 أشهر، يعني انا لما بكيت اخذها تزور ابوها ما ترضى تروح تفوت عنده، بكت المجندة مثلا تاخذها من الشباك تروح ابوها يحملها ما ترضى تروح عند ابوها، خاف لانها ما تربطش بعزه ودلاله، يعني ما تصدق هو يحضنها وهي تعيط وبدها ترجع لحضنه. انا 6 يعني بكيت اخذها، امها بكت ممنوعه يعني كل سنه تطلع لها مره وزياره، انا اللي بكيت اخذها كل اسبوعين على سجن اداريا واحملها واوديها لابوها، ما ترضى تروح عند ابوها ما ترضاش، يعني بس 10 دقائق يعطوها لابوها تحي يحملها ما ترضى، ظلها تعيط لما ترجع لحضني. احنا بنحكي في الم، وللاسف هذا الالم موجود، بس اليوم لو بدك تبعثي لابنك رساله امل وبسمه يتابعك اليوم وتزرعي له بسمه برغم من كل هالالام اللي بنحكي فيها، شو بتحكي لابنك اليوم؟ بقول له انه يما ان شاء الله الله يفرجها عليك، كل صلاه وكل وقت بدعي لك انك تروح سالم غانم لمرتك ولبيتك ولبنتك ولامك، وان شاء الله انها يا ربي تتربى بعزك ودلالك وتصبر وتصير صبيه وتجوزها وتعلمها وتفرح فيها،
هذا اللي بقدر اقول له اياه. طمني عنها اليوم كيف وضعها؟ ما شاء الله اليوم الحمد لله صارت بالصف الثامن، بتجيب معدلها بال80، وكل ما باخذها على الزياره بظلها يعني اغلب زياره الها بعطيها، مشان ليش؟ لانها هي مشان تعطي مجال انها تظلها مع ابوها ما تنسى. نعم. والحمد لله ما شاء الله عنها، يعني برتشن عليها اختي رجال. بالتأكيد مش غريب انها تكون بنت هالعائلة المناضلة اختا للرجال. الحمد لله يعني مع انها الصف الثامن بس بعتمد عليها. نعم. يعني مثلا باخذها على الزيارة بتساعدني، لما بصير للسجن هي اللي بتاخذ بتسجل عني، انا يا تاتا اقعدي مثلا، خلص صرت ارتشن عليها خلص ما شاء الله كبرت، انه مثلا يا تاتا اقعدي انا بروح اسجل، انا بشتري دخان، انا بعمل اللي بدك اياه، وبتفوت على الزيارة عند أبوها، شو بعطيها المجال إنها تتخرف فيه وأبوها تشتيله تحتيله عن المدرسة كله شو بدها إياه خلص هذا. نعم. أنا إن شاء الله إنه الله بيفرجها عليه وبروح على بيته يا ربي. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا خالتي. رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة يا ربي. نأخذ عائلة الأسير أحمد فني لو سمحتوا، المحكوم 23 مؤبدات و20 عام. حياك الله عمي. حياك الله. حضرتك والده. نعم. اليوم رسالتك عبر البرنامج لهذا الهامة العالية في هذا الشهر الفضيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بالتلفزيون فلسطين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأسير أحمد فني ملقب بالإحصان، هو ابني وتكل من 2003 بوجه رسالة لإله ولجميع الأسرة، وكبل لأوجه رسالة لابني بوجه رسالة إلى جميع الأسرة لأنهم كلهم أسرى أولادنا كلياتهم. صحيح. وإن شاء الله الفرج الكريم والعاجل لجميع الأسرة كلياتهم، ونسأل الله إنه يكون بصحة جيدة ومليحة هو وجميع الأسرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شو كان يميزه في رمضان؟ شو افتقدت فيه؟ إيش كان؟ كيف كان طقوسه في رمضان ابنك؟ والله أول إشي هو ابنك تقول عنه كان دين، يصوم، يصلي، يقوم الليل، ويعني ما كان يتعوق عن العبادة وعن الصلاة إن شاء الله. نعم. ولحديت الآن الحمد لله رب العالمين. وأنا هسا حاليا أنا مبسوط إله في داخل السجن مع الحكم اللي أخذه، مع الحكم اللي أخذه إنه حفظ القرآن عن غيب. ما شاء الله، كل احترام. الحمد لله رب العالمين. وطلب مني كتب، ثلاث كتب لابن كثير، الجزء الأول والثاني والثالث، ووديته له إياه. يعني الأسير بالرغم من ظروفه وعتمة السجون بصر على التعلم وعلى الإبداع والتفوق. نعم تعلم، وأنا مبسوط لهذا التعلم اللي تعلمه. كل احترام يا عمي. وإحنا حاليا منزور الحمد لله رب العالمين، كل شهر منزور، يعني إحنا إن جينا نسأل المعاناة اللي بيعانيها أو شيء إحنا منعاني أكثر منه، ولكن إحنا بنأخذ نفسنا، بنأخذ حياتنا منه هو. أكيد. هو يعني بقول إحنا يعني خلص انتبهنا، شو بدنا نسوي؟ بدنا نروح وبدنا نيجي؟ خلص الله كتب علينا هذا الإشي. وكان لو بعرف إني أنا بدي أنزل وأنزل سجن ما نزلت هذا الموضوع. أنا نزلت يا إما أعيش سعيد يا إما أموت شهيد. إن شاء الله بكونوا بينكم قريباً. الله كريم إن شاء الله. وبطش الاحتلال، طمنوا عن العائلة ومعايتك إن شاء الله. طبعاً الحمد لله رب العالمين، العائلة إمك وأخواتك وأخوانك إن شاء الله كلهم بخير وبهدوك السلام، وإن شاء الله ب 18 شهر جايين نزور عندك منشوفك، وودينا له بالنسبة لعرس ابن أخوه شريط ديسك وحضر وكان مبسوط فيه يعني. نعم. وإن شاء الله إنه الفرج الكريم والعاجل لجميع الأسرة إن شاء الله. يا رب الحمد لله رب العالمين. طبعاً كل هالأفراح بنفسه بإذن الله طبعاً تعالى. طبعاً الحمد لله. هو كامل أسرانا. طبعاً. ربي يطول عمرك يا عمي. كل عام وأنتم بخير. هو وجميع الأسرة إن شاء الله. يا رب. وكل عام وأنتم بخير جميع الأسرة كلياتهم. الله يخليك يا عمي. والله يفتح أسركم الجميع إن شاء الله. كل احترام لك. بدنا نأخذ عائلة الأسير شريف رداد لو سمحتوا معنا والدته. يعطيك العافية يا خالتي. أهلا وسهلا فيكم. احترامي لنا ولكم، تسلموا، اهلا وسهلا بكم. حياك الله يا خالتي. انا ام ولا شريف رداد الله يرضى عليه، محكوم 17 سنه عزابي، انحبس ب 22 سنه الحمد لله رب العالمين. بقول سلم عم سلم عليه الله يرضى عليه، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله الله بيفرجها عليه وعلى جميع الشباب
وإحنا كلتهم أسرى وإحتم بتشعروا بين شأنهم أولادكم. نعم. لأنهم هم تعبوا للوطن والله يرضى عليهم مش ندمانين. إن شاء الله الله بحررها لفلسطين كلها والقدس يا رب يحررها يا الله. وهذا نتمنى إن شاء الله الأسرة إن شاء الله رب العالمين الله بيهونها وإحنا بخير والحمد لله رب العالمين ومع جميع الكل ما حدا بيكسر ما بيطلع باليد حيل يعني ما حدا بيدو إشي مع طبعا الاحتلال ما قدرش يمون عليهم هذول عدوين ديننا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله صابرين والله يرضى عليه ويكون بعونهم والجميع وسلم على جميع الأسرة كلياتهم والحمد لله رب كل العالمين كل احترامي لك يا خالتي الله يخليك ويخلي عمرك كل دائما البيت اللي فيه أسير كل البيت أسير الحمد لله رب العالمين قديش بكون في معاناة إلك كأم في شهر رمضان المبارك لله. بالتحديد الحمد لله رب العالمين دائما بتذكره وبروح أزوره أنا بعاني يعني بقدرش أنا عندي صحتي مش مزبوطة برضو بحاجة كافح وبروح أزوره الحمد لله وبرفع معنويته هو ما شاء الله عنك وعنه معنويته عالية وما شاء الله عنه يعني دائما هو بشجعني بكل يوم لا تأجسي إن شاء الله الفرج قريب ربنا ما تخافيش وإن شاء الله ما بشوفنا إلا أبواب بالبواب بدي تقولي له قصة حكيته هو بتابعك على برشه وبتفرج عليك ينبسط الحمد لله اليوم عبر البرنامج تحكي له ذكرية في إشي في الطفولة إن شاء الله رب في موقف تشكلي له بسمة برغم من كل الآلام الموجودة بتذكر إني أنا دائما ثقيل علي دائما أخص علي دائما كله هذا غلط وهذا صح صوروا كل والله يا حجي لعب بي يقولوا سب المرخاري كل يا حجي والله بشرت تفكديني بصوا تطايط علي كله روح ولا ما بعيط عليك شون قال لي بتشوف بصوا تطايط علي هو الدلول طبعا وآخر واحد أخوته وربيته صغير ابن 44 سنين عمره كان مات ابوه وبكده دلله طبعا وهو يعني دلوا لاهله وما شاء الله لهذا دلوا لاهله بروح هناك بضل يمزح علي ويخرفني شو بك تعمل بي وشو اكون شنطيني يا امشي قلت كل ما عيش وجهك اكيم من جيب تشبك معاك تجذب علي نعم هذا الاشياء بك كل اياها والحمد لله رب العالمين وان شاء الله انه ربنا بيفرجها على الجميع خالتي يا رب يا خالتي واحنا من كله احنا بخير والحمد لله جاي ازورك ان شاء الله باي شهر او اخر الشهر ان شاء الله رب العالمين واخوتك بيسلموا عليك واحنا كنا بخير والحمد لله بيسلموا عليك جميع البلد وجميع الشباب الكل شاعرين معكم وإن شاء الله ربنا فرجنا كريم يا رب كل عام أنت بخير يا خالتي وانت بخير أنت وكل أمهات الأسرة الله يرضى عليكم الله يخليك يا ربي إن شاء الله تظلوا سالمين للجميع الله يسلمك وإن شاء الله الله بيقدركم على الخير الله يخليك والله يكون في عون الجميع هذا أقل واجب يا خالتي بدنا ناخذ رئيس مجلس هذه البلدة أخونا حاتم رداد حياك الله حياك الله عبر برنامج عمالقة الصبر اليوم مجموعة من عائلات الأسرة اللي بتتواصلوا معهم بشكل يومي تحكي لنا أبرز ما تقدمه البلدية لعائلات الأسرة ورسالتك ومعايدتك لأسرى البلدة نعم حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية نرحب بإخواننا طاقم تلفزيون فلسطين ونشكرهم على هذا الجهد والذي قطعوا مسافات حقيقة في هذا الجو الحار من أجل توصيل رسالة سامية لأبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال والذي يعانون بكل أنواع المعاناة نتيجة الحرارة الآن في هذا الصيف وفي شهر رمضان كما لا يسعني لأن أتقدم لكم ولإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال بأطيب التحيات والأمنيات لهم بالصحة والعافية والفرج القريب بمناسبة شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بألف خير سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة المباركة عليكم وعلى أبنائنا الأسرى في كل مكان في كل سجون الاحتلال أن يعني يعود هذا الشهر المبارك وقد تحرروا من قيد الاحتلال بإذن الله تعالى فيما يتعلق بما تقدمه البلدية نعم لعائلة فيما يتعلق بأسرانا أسرى هذه البلدة الصامدة والتي يعني ما بين داخل وخارج من سجون الاحتلال قد يتجاوز المئات على مدى 20 سنة الماضية نعم وقد قدمت إضافة إلى أسرانا البواسل والذي هم شمعة تحترق من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا من أجل مقدساتنا وديننا ووطننا قدمت 22 شهيد وقدمت الكثير من البيوت التي تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال وقطع الأشجار وخلاف ذلك
وهذا دودا يعني دندن العدو دائما، يعني هذا يعني حتى يعني في مجال خدمات البلدية والمجلس دائما يتعمدوا أن يجعلونا دائما بحاجة لهم بحكي لنا، يعني دائما في كل الأمور. أما في على الصعيد الاجتماعي عندنا هون يعني في صيدا حقيقة إنه يعني هناك كثير طرابط. من التعاون والترابط نعم. والتآلف ومحاولة التواصل مع الأسرى، ودائما المجلس يعني بأعضائه وأهل صيدا بالعموم دائما حريصين على التواصل بكل مناسبات ما تخص الأسرى في سجون الاحتلال من يوم الأسير، وحتى في أي مناسبة اجتماعية دائما نستذكرهم ونعمل يعني نعمل اجتماعات نعم. وهيئات من أجل إن شاء الله يعني نفسح فرصة لإخوة لأبنائنا، يعني كما نقول دائما أستاذ إنهم يتواصلوا مع أهلهم. التواصل دائماً. الاجتماعي وأضعف الإيمان والتكامل مع عائلات الأسرى هو واجب وطني وإنساني. كل الشكر لك رئيس مجلس قروي صيدا الأخ حاتم رداد. بدنا نأخذ أخونا سمير عجاج برسالة لأسرانا باسم شباب هذه البلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر إخواننا في تلفزيون فلسطين على هذه اللفتة الكريمة والمسافات التي قطعوها من أجل إيصال الرسالة وأصواتنا لأبنائنا الأسرى داخل السجون. طبعا إحنا عانينا وجربنا مرارة السجن والسجان، لكن نقول يعني في ظل استشهاد أخونا الأسير المقدسي، وفي السابق استشهد ابننا محمد الأشقر طبعاً. في داخل سجن النقب من قبل قوات الخاصة الصهيونية، أنهم هم الفرق بيننا وبينهم أنهم يموتون بعزة وكرامة وشموخ، ونحن نختلف لأننا جميعا خذلناهم للأسف. نعم هناك تقاعس من الجميع، من قبل الأهالي، من قبل الجميع بخصوص أبنائنا داخل السجون. من يعاني الأمرين هم أمهات الأسرى. صحيح. إخوان الأسرى يتذكرون إخوانهم كل فترة وفترة، لكن أمهات الأسرى تفتقد أبنائها عند الفطور وعند السحور وبالنوم وبالصلاة وبكل الأوقات، لكن نحن نفتقدهم من حين إلى آخر. ها هي الأمهات التي تفتقد أبنائها وتنهمر دموعها ليلا نهار بفقدان أبنائها. بإذن الله هذه الدموع ستتحول لدموع فرح عند حريتهم. نسأل الله قبل قدوم عيد الفطر السعيد إن شاء الله أن يكونوا أبنائنا جميعا بيننا، شريف رداد ومحمد ومحمد فني وعطا وجميع الأسرى، وعلى رأسهم الأسير البطل أسامة الأشقر صاحب أعلى حكم موجود عندنا. التحية موصولة لجميع أسرى بلدة صيدا، وإن شاء الله نوصل رسالتنا لجميع الأسرى داخل السجون وعلى رأسهم الأسير المريض معتصم رداد الذي يعاني الأمرين. نعم. في كل دقيقة معتصم يموت ويعتصر ألما، هو وجميع الأسرى المرضى داخل مستشفى ما يسمى مستشفى الرملة. نعم. ولكن هو سجن، لأنني أنا قضيت 15 يوما داخل هذا السجن. هم يقولون أنه مستشفى لكن لا، هو ليس مستشفى، مقبرة الأحياء. هو مقبرة الأحياء بالضبط. ونوجه الشكر الكبير أيضا لوزير الأسرى عيسى كراكي أبو خالد. نعم. ونقول له كل عام وأنت بخير بمناسبة الشهر الفضيل، وألف شكر لكم أيضا مرة ثانية. الله يخليك يا رب. ونسأل الله اللقاء القادم سيكون مع الأسرى داخل السجون أحرار بيننا إن شاء الله. هذا أملنا جميعا. كل احترام لك أخي العزيز سمير عجاج. التحية موصولة لكامل عائلات الأسرى المتواجدة معنا اليوم، والتحية من خلالهم لمن لم يتمكنوا من الحضور اليوم بفعل هذا الشهر الفضيل والطقس الحار، ولكن التحية موصولة لجميع عائلات أسرى صيدا ومحافظة طول كرم بشكل عام. مشاهدينا، برغم الألم نتمسك دائما بالأمل في شهر الخير. نوصيكم دائما بالتواصل مع عائلات أسرانا، وذلك أضعف الإيمان. فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر. أين يا يما طلعنا رجم السجان، واليوم عراسك يا كرامة حضن الأوطان. أين يا يما طلعنا رجم السجان، واليوم عراسك يا
يما والليل طاينا يا يما طلعنا ردم السجان واليوم عراسك يا كرامة في حضن الأوطان. من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر. وصلنا الآن إلى مدينة جنين وبالتحديد إلى منزل الأسير المحرر أسامة البريكي الذي أمضى داخل غياهب السجون 16 عاماً. جئنا لهذا المنزل لنؤكد بأن هذا الأمل سيبقى دائماً في قلوبنا برغم الألم. اليوم كنا إلى جانب هذه الأسرة لنؤكد بأن هذه الفرحة بإذن الله ستعم كامل بيوت أسرانا. أهلاً وسهلاً بك أخي أسامة محرراً خارج غياهب السجون. أهلا وسهلا فيك أخ سامر وأهلا وسهلا في الطاقم فلسطين كامل. صحيح يعني نرحب فيكم وفي مناسبة شهر رمضان وكلكم كل عام وانتم بخير، ينعاد على الجميع إن شاء الله بالخير والصحة والبركة والسلام إن شاء الله أخ سامر. آمين يا رب العالمين. أخي أسامة، إحنا كنا مع والدتك بفترة الإضراب عن الطعام وإضرابك عن الطعام، تلك الفترة العصيبة اللي تحديتوا فيها، وبإذن الله وبتوحدكم وبتكاملكم انتصرتوا على السجان وحققت إنجازات محترمة بالرغم من كل الظروف المحيطة. تحكي لنا اليوم وأنت في هذا المنزل بعد 16 عام داخل غياهب السجون، تأتي إلى هذا المنزل لتكون في شهر الخير في رمضان الخير إلى جانب والدتك بعد طول هالسنين، مشاعرك؟ الحقيقة يعني فرحتي لا توصف، يعني كان حلم إنه أخرج من السجن، إني ألتقي في أهلي في أحبابي في أصحابي، إني أشوفهم ألامسهم، أشوف أمي أمسك إيدها أقولها صباح الخير، تعد لي وجبة الفطور، أشوف أخواني خواتي أصدقائي. فكان حلم بالنسبة لي إني ألاقي أو أشوف هذا اليوم اللي أتحرر فيها. ففعلا يعني فرحة، أنا في يعني مزيج من الأحاسيس والمشاعر اللي لا توصف، فرحتي كبيرة بخروجي من سجون الاحتلال، لكن بنفس الوقت بتضلها يعني الفرحة منقوصة لأني تركت خلفي يعني أخوي أحباء رفاق درب أعزاء، عشت معهم سنين طويلة يعني بحلوها ومرها. وفعلا الواحد بشعرش بال يعني في الألم أو في المعاناة أو في 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 قيمة عن جد قيمة الأخوة إلا لما يبعد عنهم. نعم. فهم إخوة أحباء أصدقاء فلتهم في سجون الاحتلال، والألم يعني كبير جدا لما فلتهم وبعدت عنهم. صحيح. وشعر فعلا الواحد إنه يا ريت إنه يتحرروا في أسرع وقت، إنه يعني زي ما أنا شعرت بالفرحة هاي وشفت أهلي وأحبابي وأصدقائي إنهم برضو هم يروحوا إن شاء الله، ربنا يفرج كربهم ويلتقوا بأهلهم وأحبائهم وذويهم ويعيشوا معهم بخير وأمن وسلام إن شاء الله يا رب. أخي أسامة، أفطرت الإفطار الأول إلى جانب عائلتك بالأمس. نعم الحمد لله رب العالمين. تحكينا عن الأجواء كيف كانت؟ الصحيح لحظة دخولي على عند أمي حبيبتي بيت نسيبي أخوي أبو محمد عمار، أول ما فتت على البيت شفت والدتي، ما صدقتش نفسي طبعا أني أنا يعني لمست أمي، مسكتها بوستها أني أنا حاضنها. يعني صحيح مشاعر جياشة جدا كانت. نعم. ولما لمست كمان أختي وأبنائهم وجههم جميعا كل التحية، الله يجزيك الخير. ففعلا قعدنا مع بعض وأفطرنا، يعني فعلا كنت أنا في حلم مش مصدق نفسي. كيف حضرت لهذه اللحظة أسامة؟ الصحيح كانت يعني معاناة كبيرة من قبل الإفراج من فترة، وأنا يعني معقول إنه فعلا الحمد لله رب العالمين، ربنا رحمنا علي بالفرج، وإنه خلاص هاي آخر أيام راح تكون إلي في السجن، وراح فعلا يعني إني راح أروح وأشوف أهلي وحبابي. وفعلا بدي كيف يعني شو الشعور اللي شعر فيه أنا وهي أمي بحدي وأنا ماسك إيدها ونفطر مع بعض مع أحبابي مع أهلي، فكانت صعبة جدا الصحيح. نعم. وبالذات آخر يعني بيز ليلة كانت في إيدي في السجن، الواحد كان يعني كنت أنام وأصحى وأقول قربت الوقت. حتى في البوسطة لما طلعت من القسم وودعت أصحابي. نعم. وأحبابي ومشيت، طلعنا من سجن النقب طبعا للأسف يعني طبعا دائما الاحتلال بيحاول إنه ينغص الفرحة ويشعرك إنك أنت لآخر لحظة إنك أنت أسير. صحيح. طبعا مقيد بإيديك وبقدميك وعلى كرسي من حديد. نعم. هي رحلة المعاناة الطويلة، نسميها رحلة العذاب الطويل، هي رحلة البوسطة، كراسي من الحديد مقيد الإيدين والقدمين، رحلة طويلة.
للاسف بيتعامل يعني بعنجهيه وبحشيه. لاخر لحظه بدهم يذكروك في هذه المعاناه، لاخر بهذا الالم. صحيح، لاخر لحظه وهم يتعاملوا في قسوه، يعني في قمه القسوه. بعد 16 عام، الرساله اللي بتوجهها لرفاق الدرب لاسرانا داخل سجون الاحتلال. اسرانا يعني هم اللي هم احبابي واصحابي واخواني، طبعا كلهم ان شاء الله ربنا يعيد هذا الشهر عليكم بالخير والبركة، وانتو بين اهلكم واحبابكم واصحابكم ان شاء الله، ان شاء الله بيكون رمضان القادم وانتو جميعكم بين اهاليكم ان شاء الله. واكيد طبعا بوجههم بقولهم انكم يضلكم صامدين يعني متوحدين دائما في وجه ادارة مصلحة السجون لاجل تحقيق كل مطالبكم العادلة يعني. نعم، احنا بنعرف انه اسعار باهظة في الكانتينا وفي هذه التفاصيل، بدي تحكي للسادة المشاهدين عن الطعام المقدم من إدارة مصلحة السجون في شهر رمضان المبارك، تحكي لنا عن ظروف الأسير داخل تلك الأقبية في ظل صوم شهر رمضان بالتحديد. بصراحة يعني شهر رمضان شهر الخير والبركة على الجميع، لكن الأسرى بمروا في يعني في بشكل دائم، هم في معاناة دائمة بكل تفاصيل حياتهم. نعم، في كل تفاصيل حياتهم الأسرة في معاناة دائمة، وبالذات بشهر رمضان. شهر رمضان بيكون شهر الخير والبركة، يعني بيكون المفروض انه يكون في زيادة مثلا في 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 كمية الطعام. نعم، اللحوم مثلا او الخضار اللي بتيجي، لكن للأسف بتكون يعني بكمية مش نفس، حتى اقل من الكمية العادية يعني بتكون. يعني الطعام الذي يقدم سيء كما ونوعا. طعام سيء جدا، بيجي طبعا لما بدخلونا اياه بدخلونا شبه مسلوق او مطبوخ، ما بنقدر احنا نحطه عندنا في الثلاجات مثلا لاي لعده ايام، المفروض انه يدخل مباشره انه يوزع على الاسرى ويتم استخدامه يعني بشكل مباشر. الكميه قليله سواء كلها بشكل عام، يعني كميه الطعام المقدم للاسير كميه قليله جدا، وللاسف يعني الاسرى دائما احنا بنحاول انه نطلب من اداره السجون انهم يزيدوا لنا الكميه، الا ان اداره مصلحه السجون ترفض يعني انهم يقدموا لنا اللي احنا فعلا حاجتنا يعني، فهي في يعني دائما بتكون اقل من حاجه الاسرى الطعام المقدم لهم. نعم، ولما بدك تركن على الكانتينا هذا عبء اضافي على الاسره. صحيح 100%، الكانتين اسعارها باهظه جدا، يعني كل الاصناف الموجوده في الكانتينا اسعارها عاليه جدا، للاسف يعني مجبورين انه احنا نتعاطى مع هاي الكانتينا. بعيش الاسير بعذاب وبعيش العائله بعذاب. صحيح، متواصل. صحيح، في كيفيه تزويد الاسير بالمبلغ المخصص له بكل هاي التفاصيل. يعني هون بنوجه التحيه للمؤسسات اللي بتعنى في شؤون الاسرى بهذا المجال، شوي بيكون لهم تدخل، فكل التحيه لهم جميعا. ومن هون بنخص اخونا راغب ابو دياك اللي كنا حابين يكون موجود معنا بس اليوم عضو اكليم حركه فتح، ونسيبك كمان بمثل الجميع، فكل التحيه لك اخي ابو احمد، دائما موجود ودائما له حضور متميز. بدي بعد اذنك اليوم رسالتك لكل ام فلسطينيه وانت الى جانب والدتك وبالتحديد امهات الاسرى. صحيح، أنا بمسي على كل أمياتنا اللي هن أميات الأسرة اللي هن زي والدتي كلياتهن أمياتنا. أنا بقول إنه ربنا يعطيك الصبر والصحة والعافية والخير كله، وصبرك إن شاء الله، وإنه ربنا يعيد هذا الشهر الفضيل عليكن يا أمياتي الحبيبات وكل أبنائكن إن شاء الله. كل أم بتكون تحضن ابنها وبكون معها ان شاء الله قريبا، ناش نكون في رمضان القادم، لما نكون ان شاء الله نكون قريبا باذن الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله، تكون كل ام تحضن ابنها وتبوسه ان شاء الله وتعيش هاي اللحظه اللي انا صحيح يعني عشتها امي يعني وانا عايشها معها. شو افطرت امبارح؟ والله صحيح عند ابو نسب عند نسيب. شو الاشياء اللي ممنوع تقرب عليها؟ الفاصوليا الخضراء هلكيت مستفكلها مثلا؟ لا اكيد لا، الفاصوليا والبازيل هاي الامور والبطاطا، شرط البطاطا لا. فعند ابو نسب الله يزيد خير امبارح عملنا زر دجاج. هذا الاكل اللي زهقته في السجون. طبعا، لانه بشكل يومي هو هذا الشيء الموجود او متوفر في السجون. نعم، يعني هذا الشيء المتوفر حاليا. بدي تعطينا والدتك الله يطول بعمرها، الحمد لله على سلامته يا خالد. الله يسلم عمرك ويرضى عليك خالد، اهلا وسهلا. خلال 16 عام في اكلات كثيره في رمضان انا متاكد انك كنت تحرمي نفسك منها لانها بتذكرك في ابنك. والله خالد احكي لنا عن هذا الموضوع. والله انا من سنه ما انسجن اسامه يعني هال 16 سنه هاي الغصه بتكون في شهر رمضان كامل، بالاخص في اول يوم يعني عنا كمان.
في شغلات يعني كان يحبها، وكنت يعني احاول اقول حرام احرم العائله انا. نعم. والله مشان يعني مشان اسامه انه كان يحب هالاكله اعملها وهم ياكلوا صحتين وعافيه، بس انا ما اخليهم يشعروا في شيء. في غصه حتى في موضوع انه هاي الاكله بحبها. والله في غصه، يعني اي بقول لك اكله اشتهيها له اقول لحبيب عمري هاي الاكله كان يحبها اسامه، وهاي الاكله كان يحبها اسامه، وشغلات كثير كنت يعني اتفادى هيك شغلات، يعني انه ما تلعن ليش. وبتعرف الواحد لما بده يقعد على مائدة السفرة في رمضان من غير شر يكونوا يعني لهالعائلة ناقصة سلامة أعمارهم، يعني الله يخليهم جميعا. الأمر والله صعب كتير كتير. بعد 16 سنة جلستي إلى جنبه الحمد وتناولتي لله. معاه وجبة الإفطار. الحمد لله الحمد لله، كان حبيب عمري يا ماما كان شعور لا يوصف. الحمد لله والله من كتر الفرحة مبارح يعني حسيت حالي كأنه في بطني خروف عن جد من كتر الفرحة مبارح. يعني أنا بدي أخليه يأكل هو، وأنا مش قادرة أكل أنا، يعني قد ما أنا فرحانة وهيك حسيت حالي إني شوفته شبعانة كمان، يعني الحمد لله رب العالمين. فرحة بقدرش أوصفها يعني مبارح على فرحتي لما شفته لأسامة وحضنته. نعم. حبيب عمري، وبتمناها لكل أم أسير إنه رب العالمين يفرجها عليه على أولادهم ويرجعوا لهم سالمين إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويهدي بالهم زي الله ما هدى بالنا الحمد لله رب العالمين. وبشكر رب العالمين انه لم شمل في اولادي، يعني انا صار لنا 16 سنه لم شملنا مش كامل. اسمحي لي اترحم على روح زوجك والده لاسامه اللي ايضا توفي مشاهدينا في شهر رمضان المبارك خلال اعتقال. نعم. اخونا اسامه بشهر رمضان كان ثالث يوم في رمضان ب 2011 توفى ابو محمد الله يرحمه يا ربي. تعيش خالتي، فكان يعني تلاقي الواحد عنده غصه كبيره يعني انها تكون العائله ناقصه. وسلامه عمره ابو يزن برضه ابن محمد كمان في النرويج، يعني كل ما شاء الله عنهم. اليوم كلهم من التمين ليقولوا لك الحمد لله على سلامته ليعيشوا هالفرحه اللي انتظروها 16 عام. والله انا بوجه رسالتي لكل امهات الاسرى، بقول لهم يعني احنا الوحده بدها تصبر، وما بعد الضيق الا الفرج، ورب العالمين يقوي هالامهات يعني في الصبر، وبده يتحمل الواحد كرمال ابنها الوحده كل شيء بهون في الدنيا، ورب العالمين انه يفرجها على هالشباب كلياتهم، وتكون كل الامهات مبسوطه زي ما انا هسه مبسوطه بلمت اولادي حوالي، ولما كمان الافراج عن اسامه الحمد لله رب العالمين. وبقول كل سنه وانتم سالمين يا شبابنا اللي في السجون. والله لما كنا نزور احنا يعني اهل اولادنا كلياتهم، ما كان الواحد يفرق عن مثلا اسامه وفلان وفلان، لا كلياتهم نفس الشيء ونفس المعزه. والواحد لما كنا نزور ونطلع قلوبنا تنحرق عليهم، يعني لما نتركهم ورانا، وبسال الله العلي القدير انه رب العالمين يصبر هالامهات، ورب العالمين يفرجها على اولادهم ويفرحهم في طلتهم ان شاء الله. ان شاء الله بتفرحي في عرسها اكيد باذن الله تعالى. ان شاء الله. كل احترامي لك يا خالتي. رب العالمين. بدنا ناخذ عمار ابو بكر عضو اقليم حركه فتح محافظه جنين، وايضا هو نسيب الاسير المحرر اسامه البريكي. يعطيك العافيه. اليوم رساله مزدوجه، رساله حركه فتح ورساله النسيب والحبيب لهذا الصقر الذي حلق في سماء فلسطين بعد طول الغياب. الله يعطيكم العافية ومشكورين على البرنامج، ومنشكر الجميع طبعا على حضوركم ما شاء الله عليكم. برنامجكم طبعا مميز، الله يخليك. اللي يعني الأغلب بتابعه، وبرنامج مهم في واقعنا الفلسطيني. دائما أنا يعني بنقل رسالتي للأسرة، بقول إن شاء الله إنه الفرج قريب للجميع، ما يعني والكل ما حد ناسي الأسرة. قضية الأسرة قضية مركزية، ودائما بتوقع بتسمعوها من الرئيس ابو مازن بحكيها انه القضيه الرئيسيه عندنا قضيه الأسرة، وان شاء الله انه الفرج العاجل لكل الأسرة. فانا بتمنى بشهر رمضان المبارك انه السنه الجايه ان شاء الله يعني جميع الأسرة يكونوا في بيوتهم. يا رب. بهني اسامه طبعا 16 عام مش بسيطات من عمره رحن، بس كرمال قضيتنا وكرمال اقصانا، يعني اي شعب تحت الاحتلال بده يضحي. انت نسيبه زوج شقيقته. ايوه صحيح. كيف كان دورك في تقويه عزيمه زوجتك في ظل افتقادها لشقيقها؟ والله احنا يعني بالعكس، هم عندهم اراده وعزيمه، لانه بيت مناضل
يعني محمد كان أخوه مسبق، نعم. سجين سابق ومحرر سابق، بيتهم كل عمره بيت مناضل بيأمن بالقضية الفلسطينية، يعني خلينا نقول بيت فتحاوي. نعم. يعني أنا عضو في حركة فتح إقليم جنين، بعتز إنه دار عمي بيت فتحاوي وكل عمرهم بيت مناضل بيأمن بالقضية الفلسطينية وبتحرير فلسطين. فإن شاء الله إنه رب العالمين دائما نقول هالأسرة، يعني كل إشي طلع، يعني فكرة في شغلة مهمة إنه في كل بلد بدك تحررها في ثمن. نعم أكيد. في كل بيت فلسطيني تقريبا في عنا وأسرانا دائما أغلب البيوت عنا شهداء. نعم. أغلب البيوت عنا شهداء، وبالتالي إحنا بنقول دائما التضحية كبيرة. أسامة اليوم بيننا الحمد لله رب العالمين، كثير يعني كانت الفرحة امبارح. نعم. كانت في حفلة، كانت استقبال كبير كان لأسامة، كانت في حفلة كبيرة لأسامة، حكوا أجوا حتى أغلب الأسرى المحررين حضروا الحفلة هاي. أكيد. وتمنينا امبارح الإفراج للجميع إن شاء الله بإذن الله. أتمنى إن شاء الله الإفراج عنه، بتعرف احتلال هذا. كل احترام لك أخي عمار. بالعكس مشكور أخونا برضو علي أبو خضر أبو. نعم. ظافر لاهتمامه في هذا الملف، والراغب أبو دياك طبعا ما أنت بتعرف هو الملف عنده دائما، وبالتالي كان موجود أخونا بمارك. جميل كمان بدناش ننسى حدا، يعني بدناش ننسى حدا أبو جميل. أبو جميل والجميع. نعم. والدكتور نور كل احترام للجميع، وهذا واجب الجميع. يعني واجب لأنه نشكر الجميع دائما اهتمامهم في ملف الأسرة. نعم. ملف مهم، وإن شاء الله الكل بيكون مهتم في هذا الملف، ملف الأسرة، ملف كل بيت فلسطيني. فكل التحية لك أخي العزيز. بدنا ناخذ شقيق الأسير أخونا محمد. محمد جيت من النرويج تشوف هالجمعة الحلوة اللي افتقدتها سنين. أكيد. تحكي لنا، تعبر لنا عن مشاعرك اليوم. فرحة لا توصف، لأنه إحنا إن 16 سنة بننتظر هذه فرحة ونتمناها لكل بيت أسير إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. حقيقة يعني شعور لا يوصف من الفرح، من الانبساط، من كل إشي. وبرجع بقول إن شاء الله إحنا بنتمناها لكل بيت أسير، انه تتم الفرحة فيه زي ما تمت الفرحة في بيتنا الحمد لله. كل المحبة لك، وتحيتنا لجاليتنا الفلسطينية في النرويج بكل مكوناتها. شكرا لكم. الله يخليك يا ربي. بدنا ناخذ ايضا شقيق الاسير رامي. تفضل اخي رامي، رسالتك اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر بعد هذه اللمة اللي افتقدتوها سنين. اهلا وسهلا طبعا في الجميع، ورمضان علينا وعليكم ان شاء الله بالخير والبركات. اكيد يعني فرحة لا توصف لقاء اخي وحبيبي وصديقي أسامة بعد 16 عام، يعني فرحة لا توصف، شعور يعني جدا جدا إشي غريب. الحمد لله يعني لم الشمل، الأخ العزيز السند، أخوك سندك، يعني الحمد لله. وإن شاء الله عقبال عن جميع الأسرة، وربنا يفرجها على الجميع إن شاء الله يا رب. بدي اليوم، أنت عشت أكثر من أخوك اللي في النرويج وأخوك اللي في المعتقل مع والدتك، فيمكن عارف تماما قديش كانت تشعر في المعاناة، قديش كانت تفاصيل المعاناة أكثر من إخوتك الثانيين بفعل المسافات. يعني اليوم بدي رسالتك لوالدتك اللي صبرت كل هالسنين واليوم ابنها جنبها. يعني رسالتي لوالدتي، يعني الحمد لله الأم الحنونة الجبارة الصامدة. طبعا أنا انسجنت بال2005 لل2007، ويعني عانت كتير 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 الوالدة بهاي الأمور، اثنين في السجن، تنقل من سجن لسجن. يعني طبعا يعني الأم جبارة جبارة، يعني مهما نوصف للأم يعني نضل مقصرين في حقنا. أكيد. في حقها، يعني أمنا الحبيبة الحنونة ما شاء الله عنها، الله يطولك بعمرها يا رب. الله يرضى عليك. هذول بركتنا. أكيد بركتنا هذول، صحيح الحمد لله رب كل العالمين. كل التحية إليك أبو الظافر بعجالة، أخونا رئيس لجنة مساندة عائلات أسرى محافظة جنين. رسالتك اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر، ونحن نستقبل أسامة محررا خارج غياب السجون. أولا أنا أهنئ أخي وحبيبي، وأنا أحبائي جميع الأسرى، أهنئه بالإفراج، وأقول إن شاء الله رمضان القادم سيعم السلام أرض فلسطين، ونفرح بتحرير جميع الأسرى المعتقلين بظل وشفاء رئيسنا أبو مازن. تمنيتنا له بالشفاء العاجل على أن ليبقى متابعا لقضية الأسرة، لأنه قال جميع الأسرة هم أبنائي، ولا يهدأ لي بال إلا عند تحرير جميع الأسرة.
كل التحية لك. نعم هو دعائنا دائما للسيد الرئيس بالصحة والسلامة، وشفنا واطمئننا عليه والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله قريبا بكون بين أبناء شعبه. كل الشكر لكامل المتواجدين معنا اليوم في هذه الأسرة المناضلة. الحمد لله على سلامتك مرة جديدة أخي أسامة، وإن شاء الله زي ما فرحنا فيك تفرح كل الأسر الفلسطينية، بتفرح كل أمهاتنا إن شاء الله يا رب. هالفرحة اللي لامستها في وجهك خالتي بلامسها بوجه كل والدة أسير تقتنص الفرحة برغم من الاحتلال وبطش الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. هذه تحياتي أنا سامر تيم، أودعكم وأوصيكم وأنتم تعدون إفطاركم اليومي لا تنسوا الأسرى والمصرى. إلى اللقاء.